كثره المطلوب. عارفين يعني ايه كثره المطلوب؟ اوقات كده الواحد يحس ان الدنيا ما بتخلصش. كتير قوي اللي مطلوب. اديك مثال، شاب متخرج من اسره فوق المتوسط، ابوه يا دوبك علمه وشال له 20 30 الف جنيه. 20 30 الف جنيه ده كده؟ قال له يا ابني هو ده اللي قدرت اعمله، وما اقدرش اعمل لك اكتر من كده، ولا عندنا ارض نبيعها ولا عندنا شقه سبتها لك، اتصرف. فتتصور بقى واحد قعد كده قال انا باخد 2200 جنيه، مواصلات ومصروف 700، يتبقى 1500، ونطلع عشور ونساعد في البيت بحاجه، ما هو برضو اجيب لهم كيس فاكهه كده في الاسبوع، واعمل مش عارف مين، ولسه طبعا هجيب لبسي من المرتب. يا نهار، مش فايت ده، اتبقى 1000 جنيه. 1000 جنيه في السنه ب 1200 جنيه والشقه 250 الف جنيه، غير تشطيبها 70 الف، غير بس برضه انا هعلى يعني ال 1200، مش هيفضلوا 1200 اللي بحوشهم، يعني ممكن يبقوا 2000 جنيه يبقى مش في سن ال 60، لا يعني ممكن جدا في سن ال 50 52 اكون شقه وادوات كهربائيه. هو الحقيقه طبقا للعقل اللي بيقوله كلامه ده ميك سنس يعني، وخاصة ان هو مثلا مش شغلته شغلة خارقة هيبقى مثلا بياخد 30 40 الف جنيه بعد كام سنة، لا هو عادي يعني محاسب عادي او مش عارف مين عادي هياخد كام يعني. كلامه الحقيقة ليه منطق. بس بص حواليك يا اخي، ما كل الناس برضه بتتجوز في الخمسة، صحيح مش في ال 24 وال 25 زي زمان، لكن في ال 30 وال 35 بيتجوزوا. الدنيا بتمشي يا اخي، بس انت كركبتها فوق دماغك. صوروا بقى واحدة ست بتشتغل من الساعة ايه؟ 7 الصبح، بتصحى تعمل سندوتشات لولادها وتنزلهم مدارس، وبعدين تروح شغلها من 8 لغاية الساعة 5 العصر، توصل لبيت الساعة 6، مستهلكة منهكة، والعيال بتقول لها ماما الأكل فين؟ ماما المريالة تتغسل، ماما مش فاهمة الماس، ماما مش فاهمة العربي، ماما دي انجليزي، أي حد وبعدين بتكتشف إنها ما عملتش أكل بكرة، يا نهار أبيض ما عملتش أكل بكرة، وبعدين في إيه تاني؟ عندها مامتها عيانة ومامتها بيصعب عليها انها ما راحتش وزارتها، فلازم تروح تزور مامتها على بعد 3 محطات اتوبيس، وبعدين هترجع بقى جوزها يقول لها على فكرة البيت مش النظافة والمواعين والصراصير اللي في البيت دي، شوفي لك حل فيها، انا مش حاسس ان انا عايش في بيت نظيف مثلا. صوروا لو واحدة برمجت حياتها ان يومها الصبح تعمل كده، هتعمل ايه؟ هيجيلها انهيار عصبي زي ما انت قلتي. فلو كل واحد كركب الدنيا فوق دماغه، لا ده هيتجوز ولا دي هتعرف تمارس حياتها اليوميه. بس الحقيقه الانسان بيقدر يكيف نفسه، فعلشان ما تحبطش ما تكركبهاش فوق دماغك، قول الايه بتاعت يكفي اليوم ايه؟ شره، وانت ضامن اي حاجه وانت عارف تصاريف ربنا شكلها ايه. يبقى الفكره الثانيه كثره المطلوب. طب دي حلها ايه؟ اقول لكم حلها ايه. اعمل حته حته، حبه حبه، نظم يومك وحدد اولويات واعمل اللي تقدر عليه. هقول لكم مثل صغير. لو جبنا طفل صغير وهو لسه داخل كي جي 2 او اولى ابتدائي، وقلنا له بص يا حبيبي دي الكتب بتاعت اولى ابتدائي هنحطها هنا كده نرصها، ده الكتاب اللي مش عارف مين، ودوت تكست بوك، ودوت الكتاب بتاع كذا، وده كتاب، وبعدين دي بقى كتب ثانيه ابتدائي، في ثالثه ابتدائي بقى الكتب بتكتر، ما في رابعه ابتدائي بقى بناخد 4 مواد جديده، كنا بناخد ساينس بقى في ساينس، وكنت بتاخد كذا بقى في كذا، وبعدين فوق الاعدادي بقى وفي تاني اعدادي بقى، وجبنا له كل الكتب اللي بتاعت الحكومه والكتب الخاصه وملازم المدرسين وحطيناها اكوام، عبل ما يوصل لبكالوريوس وحطينا الكتب دي كلها فوق بعض، هتبقى في اوضه مليانه من اولها لاخرها كتب. انتوا معايا؟ الكتب الخارجيه والكتاب الخارجي دوت حلو في الشرح بس مش حلو في الامتحانات، والكتاب الخارجي ده حلو في الامتحانات ومش حلو في الشرح، وانتوا عارفين بقى القصص. ودي بقى ملازم احسن مدرس تنيح في الخمسينات، ودي مدرس كتب من ثانويه عامه، يعني تعمل ايه؟ المهم مش هي القصه، القصه ان تخيل جبت الولد دوت وهو في اولى ابتدائي وفتحت له الاوضه، قلت له هيص قدامك 15 سنه تخلص فيها الاوضه دي، الولد هينط من البلكونه. لازم يعمل كده. ليه؟ لان كركبها فوق دماغه. انا اوقات كتير بجيب لنفسي احباط لاني بكركبها، يعني انا خارج مسافر فدورت الكونتاكت لقيت شارع مثلا العروبه واقف، باينه من اولها اذا كانت في مصر الجديده ومش بتفك، امال لما هوصل نص البلد هتفك،
ولما اوصل لطريق الصحراوي ما باينه 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 هو يوم غلط. انا بهدلت نفسي، مش يمكن بعد الكوبري او النفق تفك يا اخي، مش يمكن كان في واحد متعور وبعدين بس عطل المواصلات وعبل ما جابوا له الاسعاف ولا بتاع اي حاجه، بس انت دايما مكركبها فوق دماغك. طيب انا عندي يقول لك في ناس، حتى في مثل في العالم يقول لك علي هم ما يتلم، مش بيقولوا كده؟ يعني كركبها فوق دماغه. طول ما انت حاسس ان اللي عندك مش هتقدر تنجزه مهما عملت، ده يجيب لك احباط. طب ما تقسمها حته حته. النهون اهم دلوقتي. الولاد تاكل ولا نغسل المواعين؟ الولاد تاكل، يبقى هناكل ونأجل. هنشوف لها حل، هنشوف لها حل ان شاء الله. نجيب نفتح عليها ميه كده تفكها شويه، نبوشها شويه. طب النهون اهم دلوقتي، نعمل كذا ولا نعمل كذا؟ هتلاقي في حاجه اهم من اي حاجه. احمل اي حاجه، بس اللي انت بتعمله ده احسن 100 مره ما تكركبها فوق دماغك وتلاقي الفرحه والبهجه اختفت من وشك وبقيت دايما عتال هم، لان مفيش حاجه بتخلص. صوروا مثلا 12 تلميذ، 12 تلميذ وضيف عليهم 70 رسول، توتال كام؟ 82. جبنا 82 دول قلنا لهم بصوا انتوا 82 لا معاكوا كاسيت ولا معاكوا سي ديز ولا دي في ديز ولا فيديو بروجيكتور ولا داتا شو ولا شاشه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وانا بقول لكم هم اللي تحملوا لكم كيسا ولا مزودا في الطريق، يعني كل تكالكم عليا وكل شغلكم انكم انتوا ال 82 تنشروا دين جديد يقف قدام الفلسفه اليونانيه وقدام الديانه الرومانيه وقدام الديانه الفرعونيه متعدده الالهه، وتقولوا لهم عن يسوع المسيح الفادي الاله اللي اتصلب اله مات. يلا بقى، طب هنروح فين يعني؟ هنكرس في مصر الجديده؟ لا لا لا، هتبتدوا باورشليم بعدين اليهوديه وبعدين السامرة وبعدين كل المسكونة. كل المسكونة فين يعني؟ تقسموا بقى. ازاي يعني تقسم؟ يعني نروح فين يعني؟ في عربيات ما اتعملتش لسه، طيارات ما فيش لسه، طب بواخد نظيفة كده 16 دور وفيها لا ما فيش حاجة الحقيقة، امال انتوا هتعملوا ايه؟ تصرفوا. طبعا لو الدنيا دي اتعملت كده وشلت من المعادلة دي قدرة عمل الله، الواحد يكتئب، مش يحبط، يكتئب. طب ده احنا ما نعرفش اللغه السريانيه، يا سيدي ربنا هيخليك تعرف باللغات تتكلم اللغه اللي انت عاوزها. طب وفي تركيا هنتكلم ازاي؟ ربنا هيعلمك لما توصل لافسس هتتكلم بتوع افسس، ولما هتوصل هناك. طب بس احنا صيادين وما عندناش علم، ما دخلناش كليه اللاهوت ولا درسنا في الاكليريكيه ولا مركز الدراسات القبطيه. اعطيكم حكمه وفهم وفما يخلي الناس تتعجب، يقولوا هم دول الصيادين؟ هم دول الفلاحين بيكتبوا فلسفه؟ ده ايه الكلام ده؟ اه. يبقى تاني حاجه، لما الدنيا تكركب فوق دماغك وتخش في الاحباط هتعمل حاجه، قسم وقتك، ابتدي بالاهم واجل غير مهم، وقول ربنا هيديني القدره، لان انا لوحدي ما اقدرش، لكن انا زائد ربنا اقدر اعمل كل حاجه زي ما التلاميذ عملوا كل حاجه. الولد لما دخل مدرسه خلص بتوع اولى ابتدائي لوحديها، وخلص بتوع ثانيه ابتدائي لوحديها، وخلص ثالثه لوحديها، لكن لما مال الاوضه كتب ما قدرش يكمل. فاهمين التكنيك ده؟ كل حاجه ليها وقتها، كل حاجه ليها وقتها. تصوروا انا جبت بنوته كده عندها 4 سنين، قلت لها حبيبتي تحبي تبقى عروسه وتتجوزي ونلبسك فستان؟ بتقول اه حلو قوي. انت عارفه عشان تبقي عروسه تعملي ايه؟ هتذاكري 16 سنه ياما ماما هترفع عليك فيها الشبشب، وبعد ال 16 سنه دي هتلاقي انسان وانتي وحظك، يا يطلع سلبي يا يطلع بخيل يا يطلع، بص انتي وحظك. ده لو لقيتيه، وبعدين لما تلاقيه هتجيبي منه عيال، هتبتدي تذاكري لهم وتتعبي ويخلوك تصوتي وصوتك يجيب الشارع كله، وبعد ما يعملوا فيك كل ده هتلاقي البت راحت يا امريكا هجرت مع واحد، يا الواد ما سالش فيكي ومراته قالته قسيته عليكي. شايفه يا بنتي الحياه؟ انتوا فهمتوا؟ فهمتوا فكر الاحباط بيعمل ايه في الانسان؟ بالرغم ان ممكن جدا الانسان يمر كل ده، بس كل يوم بشره.